إذا الدرس خلص رح أخده، ما بدي أعطلك أكتر. أكيد في عندك شغل. لا ولو، تفضلي، أنا أصلا لحالي. ماما يلا حبيبتي امشي. أنزفيني روح على الحمام لو إيه سمحتي. طبعا حبيبتي. كيفك أنسي؟ أنا منيحة. ست عيشة؟ بصراحة أنا ارتحت لك، مشان هيك حابة أقول لك شغلة. ايه تفضلي. في شخص بيقرب لنا قربة بعيدة، ووضعه المادي كتير منيح، وله فترة حابب يتزوج بس ما عم بيلاقي المرأة اللي تعجبه. يعني إذا ما عندك مشكلة ممكن تشوفي، يعني بلكي بصير نصيب. تسلمي ست سوريا، بس أنا ما عندي هيك نية. طيب ماشي، مثل ما بدك، على راحتك. قلت لحالي بسألك، وهي الشغلة ما فيها أحراج. كلك ذوق، بتشكرك كتير. يلا خلينا نروح. تصبحي على خير. تصبحي على خير أنسي. تلاقي الخير حبيبتي. إن شاء الله أكلتي منيح أمينة خانم. إيه ألف الحمد لله، الله يرزقك يا علي يحيى. أمي، انتبهتي لما كنا عم ناكل؟ كأنه مسعود عنده مشكلة مع ماتيلدا. زعلان لأنه الصبايا تأخروا بالرجعة، ما فرخ البط عوام. علي يحيى، بكرة الصبح ذكرني، لأنه بدي أحكي معك بشغلة بخصوص فداء، شغلة مهمة. طيب يلا أنا رايحة هلأ. يا لطيف، هدول الناس قديش نازل على راس المصايب. ايه والله، والله بعت لهم عمو علي يحيى، لولا كانوا ضلوا بالشارع يا حرام. شفتوا بنت عمو رضا قديش حلوه؟ ما شاء الله وشها مثل فلقة القمر. عن جد ما شاء الله عنا، وشها بشوش كتير. خالتي انتي ما بتعرفيهم من قبل؟ كيف ما بعرفهم؟ كانوا جيراننا الحيط بالحيط، يعني بيت علي يحيى بيت، وعيلتنا وعيلتكم وعيلتهم كلياتنا من هنيك. بعدين الكل هنيك كانوا بيعرفوا بعضهم، نحن طلعنا من هنيك اما هن نضلوا. يلا يلا بسرعه، لهيتونا بالحكي. يلا شي وحده منكم تعمل قهوه، انا رح احضر الفواكه. هي اول جايه الك على اسطنبول، ليش لا ترجع هلا؟ والله في عندي كتير شغل بالارض، بتعرف انه نحن منعيش منها، إذا ما درنا بالنا على الأرض كيف بدنا ندرسها؟ أنت شو حابة تدرسي رؤى؟ محاسبة. حلو كتير. ألف الحمد لله، قدمت على امتحانات القبول بالكلية ونجحت فيها. ما شاء الله. أنا كتير فخور فيها يا علي يحيى، بس بنفس الوقت خايف. نحن هون ما في إلنا حدا أبداً، وين بدها تقعد وشو رح تعمل ما بعرف. قالوا لنا إنه في هنيك سكن جامعي، بس لما وصلنا ما لقينا غرف فاضية. ما حجزنا على التليفون. يعني هلأ ما عنده مكان؟ لا بصراحة مفكر اشتغل، بلكي وقتها بقدر اخد سكن خاص. نحن كنا مجمعين شوية مصاري، بس يا ريت انتو تديروا بالكم عليها الفترة لبين ما نلاقي لها شي سكن. ان شاء الله ما منتقل عليكم. رح تخليني ازعل منك، معقول يجي حدا من اولاد اخواتي لهون وخليسكن عند الناس الغربة؟ اي والله منخليها عنا اذا بدك. صحيح نحن عايشين على قدنا، بس والله منحط لها كاها بعيوننا. طبعا هالشي من بعد اذنك يا علي يحيى بيك. هذا البيت بيتك يا فخرية، بتخليها عندك لايمتى ما بدك، وحتى هون مكانك موجود يا بنتي. والله ما بعرف شو بدي اقول. ايه ممكن، يعني اذا ما بضايقكم انا حابة ضل هون. وانت ترك لي قصة الشغل علي، أنا رح أحكي مع أخي أحمد وحلة، وإنت إذا بتحب كمان خليك هون، وإذا بدك تروح خلي بالك مطمن، طبعاً مو قبل 3-4 أيام. ها
ألو مين أنت؟ شو مفكر حالك عم تعمل؟ ما كان قصدي خوفك. بعتذر منك بس عم يجيني تليفونات بدون ما حدا يرد. تليفونات شو؟ عم يتصلوا بيسمعوا صوتي وبيسكروا. من كم يوم عم يعملوا هيك؟ إذا كتير خايفة من القعدة لحالك أنا فيني ضل عندك الليلة. لا لا ما في داعي. بعدين ليش حامل هاد بإيدك؟ جيت من شان رجع لك يا. ليش أخدته وليش إجيت ترجعه؟ المهم هلأ ما رح تقبلي؟ ما بقبله. بترجاكي خدي مني. أنا مدين إليك بحياتي يا ميريانا. صباح الخير أمينة خانم. صباح الخير يا ابني. ليش فايقة بكير؟ والله ما بعرف بس ما قدرت نام منيح. خلينا نقعد برا عند العريشة. فداء بنتي. صباح الخير عمو علي يحيى. فيك تجيبي لنا اثنين شاي؟ فورا بيكونوا عندك. سبقيني انتي. ماشي. صباح الخير جودات، كيفك؟ الحمد لله علي يحيى بيك. اليوم اترك الشغل، خليك مع رضا وبنته اليوم، بس يخلصوا فطور واعمل لهم فتلة برا. هلا هو مصر يروح المساء، منشان هيك خلي الزلمة ينبسط شوي. وإذا بدك خود فخرية. ماشي رح آخذها. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندك. خير، شو القصة من عند الصباح؟ والله ما بعرف، قلبي مو مطمن. طلعي فيني، لا تكوني متضايقة لأنك رح تروحي تقعدي عند فريال لما نسافر. ما بعرف، يمكن مشان هيك. أمي امبارح قلتيلي ذكرك في شي بدك تحكيه. منيح اللي ذكرتني، كنت بدي حاكيك مشان فداء. في عندهم مشكلة شي؟ لا، بس طول النهار بيضلوا عم يشتغلوا، الشغل كتير وأكيد بيكونوا عم يتعبوا. بقى عم قول لحالي انه طالما انتم مسافرين خليهم هنن كمان يطلعوا على الضيعه بيرتاحوا لهم شوي. اي والله نحن التهينا بحالنا ونسينا الجماعه، منيح اللي ذكرتيني. اي خليهم يروحوا بيغيروا جو، بيشوفوا اهلهم وجيرانهم وبينبسطوا. شاي صار جاهز. فداء اتركي من ايدك وروحي نادي لي اهلك، بدي احكي معكم شوي. تكرم عينك عمو علي يحيى. شو عم تعمل؟ فيني اشرب لحالي؟ امي خلص خليني شربك مشان الله لا تقولي لا. خالتي؟ خالتي فيكي تجي على العريشة؟ قال عمو علي يحيى بده يحكي معنا، انا رايحة اخبر بابا وصبري.
خير إن شاء الله. خير ان شاء الله. ما بعرف، قال لي نادي لهم وتعي. انا رايح اجيب نجلاء واجي. خير ان شاء الله. شو القصة؟ يلا. Bonjour. Bonjour. قديش الساعة؟ سبعة ونص. وانتي ليش فايقة من هلأ وعم تطبي سريرك؟ بسبب مسعود. يعني ما كان طبيعي. طول الوقت وهو قالب وشه. لكن امشي نروح لعندهم حاسبه. عن جد عم تحكي؟ ها؟ كتير جاي عبالي. هلأ رح نفوت على غرفته أنا وياكي. شو عم تعملي انتي وياها؟ كل يوم الصبح بدكن تفيقوني على صوتكن. لا تأخذينا إيمان خانم، إذا بتصبري شوي تانية رح ترتاحي من كل هالعذاب اللي عم تدوقي من ورانا. ماتيلدا بتروح على غرفة مسعود؟ وقتها منضل أنا وياكي سوا هون. يلا يلا قومي. يلا. لوين؟ رايحين ننفش خلقنا بأخوكي. نايم. روحي فيقي. ما فيني. اوه هنيك كنتي متحمسة وبدك تحاسبي وهون ما فيكي. مسعود قوم. مسعود مسعود. شايناز، ماتيلدا، انتو شو عم تعملوا هون؟ مو انت مبارح قلبت وشك لانه تأخرنا؟ ماتيلدا قررت انها ما عاد بدها اياك. قال ما عاد بدها تتزوجك. لا انا ما قلت هيك، بس كمان اتضايقت. يعني انزعجت منه شوي. يعني لسه بدك تتجوزيني؟ هلأ طالما أنتوا رح تتصالحوا بهالسهولة، أنا شو مفيقني من نومي بكير؟ شو ما عندي غيركم؟ من اليوم وطالع أنا ما إلي علاقة فيكم؟ تصطفلي منك لإله. استني شوي، لا تتركي ماتيلدا هون، إذا شاف حدا بيفهمنا غلط. يا طيب طيب أنا طالع.